غصبوا المركب تبعنا، خلوش ولا حاجة، دمروا المية تعوتنا ومية الدير ومية رفح ومية غزة، وخلوش ولا حاجة إن نستفيد فيها. وهذه مدخل رزقنا البحر، بس عقد ميل بس معطونا اليهود بس اللي مسموح، هذه أكثر من ميل بيرمى علينا قدايف، يعني دمر مية غزة ومية الدير ومية رفح خان يونس، ما خلاش ولا حدا يستفيد من رزقة البحر. كل ما دخلنا في البحر كل ما كان الطراد مقابل لنا يطخ علينا يضرب علينا قدايف، حتى واحنا مش عاملين اشي، يعني تقريبا ما يتخمس الخمسة ما نضرش عليه، هو من الاساس عارف انه احنا ما لناش دخل في الموضوع، بس هو بدوش، خلص بدوش حدا يدخل، بدوش ترفيه، بده يقتل الاطفال، بده يقتل الصيادين، بده يدمر لنا حسكنا. احنا اكثر ناس يعني نسبه تقريبا ضررنا في المينا وفي الشمال، وجينا هان لنا اصحاب، يعني جينا بدنا نعوض عن مالنا شويه انه نرجع نسبه بسيطه، فقلنا ناخذ الحسكه تبعت اصحابنا وننزل عليها، لقينا البرج كمان دفع علينا وكمان ياما تضرر ويبطخ علينا.